خلونا نصبح على حضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم في استعراضنا لبعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية. عند رمسيس هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة، لكن بالنسبة لكوبري 15 مايو متجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. تظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن قطر النبي حتى القصر العيني. كمان في بعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة. كمان بشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وركسي وميدان المستشار هشام بركات. لكن في سيولة مرية على الدائري بمنطقة السلام وداخل أو داخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة، ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وطريق للبساتين وزهراء المعادي. نروح لمحافظة الجيزة وتعالوا نشوف في البداية الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه إلى المهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. لو رحنا لشارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. بتظهر كمان على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، وبيفضل التوجه لعرابي. وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لكن شهد محور عرابي كثافات بسيطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين. طبعا في سيولة كبيرة بشارع جامعة الدول العربية وخاصة بعد افتتاح والانتهاء من أعمال مترو الأنفاق. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش. في كثافات متفاوتة كمان عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام معارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ومكملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية. أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.